السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد في قناتكم ابروندغ افيك سيهان. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله في المحتوى ديال هذا الفيديو هذه غادي نخدموا امتحان نموذج من الامتحان الاول ديال المرحله الاولى في ماده اللغه الفرنسيه المستوى الرابع ابتدائي. نبداو على بركه الله. عندنا اول سؤال ديال لا كونجوغيزون. كلاس لي مو دون لو طابلو سويفون. هاد التمرين هذا كيتعطى بزاف في الامتحان. كيعطيكم مجموعه من الكلمات وكيقولوا لكم تصنفوهم على حسب الماضي والحاضر والمستقبل، لو باسي لو بريزون اي لو فيتور. الوغ نبداو. مي تنقولوا اياغ هذه كدلينا على لو باسي حيت اياغ كتعني البارح، دونك كنكتبوا اياغ هنا. ملي تنقولوا مانتونون كتعني الان، يعني دابا، دونك هذه كتدل على لو بريزون. مانتونون باردون، هنا راه كاينه اي. ملي تنقولوا افون يعني قبل شي حاجه دازت، دونك لو باسي. دوما هي غدا، دونك غدا سي لو فيتور. دوما aujourd'hui كتعني اليوم، اذا aujourd'hui راها حاضر، اذا لو بريزون aujourd'hui. en ce moment كتعني في هذه اللحظه، هذه في هذه اللحظه، اذا سي لو بريزون aussi. plus tard يعني لاحقا، شي حاجه عاد غادي تجي، عاد غادي توقع، سي لو فيتور. plus tard. et la semaine dernière يعني الاسبوع الماضي هو الباسي. la semaine dernière. صافي. كلاس لي فيرب دون لو طابلو سويفون. عطاونا هنايا بليزيوغ فيرب وغادي نحطوهم في الجدول على حسب المجموعه اللي كنتمي ليها كل فيرب. الوغ هادشي ديجا هضرنا عليه في اللايف اللي درنا يعني في هذا الاسبوع هذا. غنخليه لكم في صندوق الوصف هكذا باش تحضروا ليه، حيت شرحت هذا الشيء كامل، يعني هاد الدروس كاملين اللي دابا كنخدموا فيهم تمارين شرحتهم في اللايف اللي كان بمثابه مراجعه ديال الفرد. الوغ parler c'est un verbe du premier groupe حيت كيتسالى ber. دونك اللي كيتسال لي فيرب اللي كيتسالوا ber راهم الافعال ديال المجموعه الاولى. finir كيتسالى ir، اذا دوزيام جروب. finir معروف c'est un verbe du deuxième groupe. vendre c'est un verbe du troisième groupe حيت كيتسالى بدغ في الاخر. vendre c'est le contraire ديال acheter. acheter هي كنشري، vendre هي كنبيع. tisser c'est un verbe qui se termine par er، اذا غادي نحطو هنايا في لي فيرب du premier groupe. répondre habiter تا هو premier groupe حيت كيتسالى er. répondre هذا بحال vendre، اذا troisième groupe. vouloir في voir في الاخر، اذا تا هو troisième groupe. acheter c'est un verbe du premier groupe qui تسلب er في الاخر. savoir qui تسلب voir بحال vouloir، اذا troisième groupe. venir كذلك، venir من لي فيرب اللي كيتسلاو ب er ديال troisième groupe. manger c'est un verbe du premier groupe qui تسلب er. boire c'est un verbe de troisième groupe. نكتبو حدا venir هنا كي تسلب boire. écrire حتى هو لا ميم شوز، مابقاتش البلاصه غادي نديرو لتحت. entrer c'est un verbe du premier groupe حيت كيتسالى ب er à la fin. marcher لا ميم شوز. écouter حتى هو لا ميم شوز، نكتبو حتى هو مع البروميير جروب. انا حاولت نكتبو فهاد البلاصه حيت مابقاتش لا بلاص. sortir troisième groupe. croire حتى هو troisième groupe. الوغ فهاد لا ليست كامله عطاونا غير فيرب واحد ديال دوزيام جروب هو فينير. رولي بروميي جروب او ار، بروميي جروب هما اللي كيتسالاو ب او ار.
دوزيام جروب هما اللي كيتسالاو باي ار، و ثوازيام جروب فيهم بزاف ديال لي تيرمينيزون، فيهم اللي كيتسالاو بواغ بحال فولوار سافوار بوفوار، فيهم اللي كيتسالاو بار او بحال اكرير وبحال كروار وبحال مثلا متر صافي، وفيهم خلاص اللي كيتسالاو باي ار بحال فينير او سورتير او بارتير مونتير دورمير اي انسي دو سويت. هذا فيما يخص لا كونجيغيزون. ندوزو دابا لورتوغراف. L'orthographe complète la règle sur la lettre C avec E, I, Y, U, A, O, U, A, O, R, L. Alors, donc, nous savons la lettre C, عندها جوج ديال النطق. إذا مرة كتقرا K ومرة كتقرا S. إمتى كتقرا K؟ ملي كيكون من موراها A ولا O ولا U اولا اولا شي كونسون. شنو هما لي كونسون؟ هما الحروف ديال الفرنسيه من غير لي فوايل، يعني ار ال سي بي الى اخره. دونك سي دوفون سو برونونس كا، سي دوفون هادو يو ا او ار ال. دونك هما اللي غنكتبو هنايا يو ا او ار ال. سي دوفون E ou I ou Y, t'as-t'qra S. E ou I ou Y, t'as-t'qra S. Pal citron, cerise, bicyclette. C, c'est dit devant. A ou l'O ou l'U se prononce S. Ça veut dire, il y a qu'un t'adna chi kalima. Alors, j'ai dit que la lettre S, m'liki kon m'mouraha. A ou la O ou la U. وانا ما باغيش نقراها هكا، كندير لا سي دي باش كنبدل النطق. هاد الخمسه الصغيره اللي كتكون دائما من تحت السي. ندوزو دابا لهاد التمرين هذا. سولي لانتري دون لا سيري. لانتري هي دائما الكلمه الداخله، يعني اللي ما كتكونش عندها علاقه بداك المجموعه. نقراو هاد المجموعه ونشوفو شكون هي الكلمه الداخله. ان كارطابل، لي كاروت، ان كور، ان روسو، ان كرايون، un garçon, un citron. شنو كتلاحظوا؟ عندنا السي هنا كتقرا كا، هنايا لا ميم شوز كتقرا كا، هنايا تتقرا كا اوسي، هنايا كتقرا اس حيت كاينه ان غوسو، ان كرايون كتقرا كتقرا لينا كا حيت من موراها ار، ان غارسون كتقرا لينا اس حيت موراها او ولكن كاينه لا سي دي، ان سيترون. دونك هنايا هاد لا ليتر سي كول هما الكلمات من موراهم جايه اون فوايل، صوف هاد كرايون هي اللي غادي نضربو عليها حيت هي اللي فيها السي من موراها ار، اما الاخرين هادي موراها ا او يو ا اي. دونك كلهم فيهم كلهم فيهم فوايل الا هادي اللي فيها كونسون. بالنسبه لهاد التمرين او ديال الاكسون او بلا اكسون، شكون اللي كتعني او بيان؟ اللي كتعني او بيان هي هادي اللي بلا اكسون، هي اللي كنستعملوها في الاختيار. اما او اللي بالاكسون كنستعملوها فاش كنبغيو نعبروا على لو ليو. او تو يابيت، اين تسكن؟ او سون مي ستيلو، فين هما السيلويات ديالي؟ اما هادي كتعني الاختيار. مثلا تنقول لك tu préfères les légumes ou les fruits؟ واش كتفضل الفواكه او الخضر؟ دونك او بيان. سولين او كون tu peux remplacer par او بيان. دابا غنسطرو على او ملي كيمكن لينا نعوضوها باو بيان، يعني ملي كتكون كدل على الاختيار. كافي فو فابريكي سي بو تابي ارابا او انادور، يعني نتوما اللي صيبتو هاد لي تابي هاد لي طابي زوينين، واش في غابه اولا في الناظور؟ دونك غنسطرو عليها حيت كدل على الاختيار. ممكن نقول اغابه او بيا الناظور صافي. جو كوني ليكول او فو زيتيدي، يعني تنعرف ليكول اللي كتقرا فيها. دونك هنايا ما كتعبر ليناش على لو شوا، ولكن كتعبر لينا على من على سكون ابيل لو ليو.
voilà mes chers élèves, نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان من هذا الامتحان هذا اللي كان اللي خدمنا فيه لا كونجوغيزون اي لورتوغراف. انتظروني ان شاء الله في امتحانات مقبله ونماذج ان شاء الله يكونوا مختلفه باذن الله. اذا au revoir mes chers élèves.